ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. وبنروح لمنير اللي قاعد مع سليم في الكافيتيريا، واتكلم سليم باستغراب وهو بيقول: مالك يا عم، من ساعة ما وصلت وانت سرحان، ايه اللي حصل؟ قولي. مش عارف، بس انا لما رحت هناك ما لقيتش غير الخدم، ولما سألتهم على الموجودين قالوا لي ان خالي سالم مات، وسألتهم مات ازاي وايه اللي حصل بالظبط، قالوا لي ما نعرفش. مات؟ طب مراته راحت فين؟ بيقولوا اختفت تاني يوم على طول، ولما سألتهم بهية هانم وقعت من على السلم ازاي، قالوا انهم كانوا في المطبخ ولما خرجوا لقيوها عند اخر درجة على السلم ودمها سايح. يعني عمك يموت وامك تقع من على السلم ومراته مختفية؟ والله مش عارف، قلبي مش مطمن ليه للموضوع، حاسس بحاجة غريبة وان كل ده مدبر. انت شاكك في مرات خالك؟ ايوة. بس ايه هدفها من ده كله؟ انها تورث كل حاجة طبعا. طب طالما عملت ده كله عشان الورث، ازاي هربت من تاني يوم موته؟ يمكن عشان محدش يشك فيها. في الغاز كتير في الموضوع ده فعلا، وانا مش هسافر غير لما اطمن على ماما وافهم كل حاجة. هو الدكتور اتأخر جوه ده كله ليه؟ ما تقلقيش يا فرح، منير هيبقى كويس ان شاء الله. يا رب يا رب اطمن عليه. وبعد شوية شافت فرح الطبيبة وهي خارجة، فجريت عليها بسرعة ووراها سيرين، واتكلمت فرح بلهفة وهي بتقول: قولي لي يا دكتورة، ابني عامل ايه؟ ممكن اعرف امه فين؟ انا هو ابني في ايه؟ الطفل كان عنده اختناق، بس الحمد لله جيته في الوقت المناسب ولحقناه، وحاليا موجود على جهاز الاكسجين، بس لازم يفضل هنا يومين تحت المتابعة. طب ممكن ادخل اشوفه؟ مش هينفع حد يدخله دلوقتي، بس ممكن بكرة الصبح تشوفيه باذن الله. الحمد لله يا رب. وبنروح لسليم اللي كان نايم وحس بخروج منير، فسأله وقال له: رايح فين من الصبح بدري كده؟ هروح ادور على مرات خالي، هي اكيد عارفة كل حاجة حصلت. يعني انت بنفسك قايل انها اختفت يا منير، ما تحسسنيش بقى انك بمجرد ما هتطلع من هنا دلوقتي هتلاقيها بسهولة، انت بتحلم. هدور عليها في كل مكان. طيب انا هنام تاني ودور براحتك. وخرج منير وساب سليم اللي رجع لنومه تاني. اما منير فراح لعنوان اهل رندا اللي اخبرته بيه الخادمة في اليوم السابق، ولكن قال له البواب انهم سابوا المكان من فترة طويلة جدا ونقلوا لمكان تاني، فقرر منير انه يروح له. وبعد شوية وصل للمكان، واللي كانت قرية فقيرة جدا وشبه معدومة، فسأل احد سكان المنطقة وبالفعل عرفوا المكان وراح له، وكان بيت صغير جدا، فخبط عليه وفتحت له ست ظاهر عليها كبر السن، فاتكلمت وقالت: ايوه يا ابني، عايز مين؟ مش ده بيت رندا؟ وانت تعرف رندا بنتي منين؟ طب ممكن ادخل وهقولك انا جاي ليه؟ طيب اتفضل ادخل يا ابني. ودخل البيت ولقى بنتين عندهم 15 سنة وولد عنده حوالي 8 سنين بيبصوله باستغراب شديد، وباين على لبسهم الفقر جدا، فاتكلمت الست وقالت: قولي بقى يا ابني، انت عارف رندا بنتي منين وعايزها ليه؟ ورد منير بخبص وقال: بنتك متجوزة الباشا سالم عز الدين، وانا المحامي بتاعه، والمفروض ان ليها ورث بعد موت الباشا، وانا كنت جاي عشان الوصية، بس انا معرفش مكان بنتي. فطلع منير من جيبه دفتر شيكات وكتب مبلغ فيه وادهولها وهو بيقول: بصي انا والله مش جاية اعمل لبنتك مشاكل،
بس كل اللي عايزه منك تحكي لي كل حاجة، والوصل ده ليكي مقابل الكلام اللي هتقوليه. أخدت الست الوصل وبصت فيه واتكلمت وقالت: يا باشا، بنتي من يوم ما اتجوزت وهي ما كانتش بتيجي تزورنا، بس كانت بتبعت لنا السواق معاه ظرف فيه فلوس، وبعدين في مرة بعتت لنا ظرف الفلوس ومعاه رسالة وهي بتقول لنا فيها إن ننقل للمدينة، وإنها هتأجر لنا شقة هناك، وهتبعت لنا فلوس أعلم بيها أخواتها، وخدت العيال ونقلنا على العنوان اللي بعتته. بس بعد فترة قطعت إنها تبعت حاجة، وما كانش معانا فلوس ندفع الإيجار، فطردنا صاحب الشقة ورجعنا هنا تاني. وبعدها بيومين بعتت لنا ظرف لقينا فيه رسالة إنها هتسافر، بس هتسافر لفين وليه والله ما أعرف يا ابني. ماشي يا حاجة، شكرا لك. وخرج منير من بيتهم وهو بيفكر إن كان كلامها صادق ولا لأ، ولكن مقرر في نفسه إنه مش هيفقد الأمل وهيفضل يدور عليها لحد ما يلقاها. وبنروح لفرح اللي كانت بتسجد وهي بتبكي وبتقول: الحمد لله يا رب، أحمدك وأشكرك يا رب. ولحظتها حست بإيد موضوعة على كتفها، فشهقت فرح من الخوف وبصت وراها ولقيتها سرين، فتنهدت فرح براحة وهي بتقول: يخرب بيتك، قطعتيلي الخلق، كنت فاكراكي فكرتيني فارس صح؟ مش فايقة لظرفتك يا سرين. طب يلا يا اختي نروح الكافيتيريا عشان زمانك جعتي. انا اهم حاجة اني اطمنت على ابني. طب امشي قدامي يلا عشان ما تنرفزش عليكي، الناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء. حاضر يا ستي. فرح، انت مش مستغربة من حاجة؟ حاجة ايه؟ ابنك ايه اللي هيخنقه؟ انت ما سألتيش نفسك السؤال ده؟ بصراحة لا، انا فرحت ان هو بقى كويس دلوقتي. عشان انت غبية، انا بصراحة حسها بفعل فعل. قصدك حد عمل كده فيه؟ وليه لا؟ بس مين اللي عايز يأذي ابني؟ مش عارفة ليه شك في ساندي. لا ما تظلميش حد يا سيرين، هي هتستفاد ايه يعني؟ ده طفل. انا بقول شك، وبعدين ساندي دي طول عمرها مغرورة وانانية مش بتحب حد. اسأليني انا عنها، كانت معايا 3 سنين ثانوي و4 سنين جامعة، ومع ان باباها كان صاحب بابا ودايما مع بعض، بس عمري ما حبتها، دايما شايفة نفسها عشان الشباب اللي بيجروا وراها وكأنها بنت السفير. قولي كده بقى، انتي غيرانة منها؟ نعم يا اختي، غير من مين، ده انا حتى احلى منها، ولو شاورت بصباعي كده هيتلم عليا كتير. طب وسليم؟ ماله سليم؟ متمرمط معانا عشان خاطر عيون مين؟ أكيد منير يعني. أنت هبلة يا بنتي، بيعمل ده كله عشان حضرتك طبعا، الواد بيحبك وبيموت فيكي. ومين اللي قال كده؟ باين من عينيه، ودايما عينه عليكي في الرايحة والجاية. على فكرة هو تقدم لي وأنا رفضته. تبقي هبلة طبعا عشان ترفضي واحد زي سليم. طب ما أنت كمان هبلة عشان رفضتي واحد زي منير، وما تقوليش انك ست متجوزة عشان كلنا متأكدين ان الزفت فارس مات وخلصتي منه. مش عارفة حاسة غير كده ليه، وكمان لو مش كده انا مش وحشة عشان اخطف راجل من مراته. بس هو مش بيحبها يا فرح، جوازه منها بسبب ماما، وكمان كل ما يتصل مش بيسألني غير عليكي انتي. حتى لو كده برضو هبقى خطفته من مراته. منير بيحبك يا فرح، انا عمري ما شفت اخويا مهتم بواحدة جامد كده، حتى ساندي عمري ما شفته بيعاملها زي ما بيعاملك. طب ممكن نغير الموضوع، وبعدين قوليلي انتي ومنير مش شبه امكو ليه؟ عشان انا ومنير اخدين نفس طباع وحنية بابا. الحمد لله. على فكرة انا سمعكي. لا انا بقول ان ساندي احلى منك. فرح يعني كده؟ طبعا انتي اللي احلى يا مز، انت يا قمر.
بس بقى بتكسف. وبنروح لمنير اللي كان متوجه بسرعة للمستشفى بعد ما قال له سليم في التليفون بأن والدته استعادت وعيها وعايزة تشوفه فورا. وبمجرد ما وصل لقى سليم قاعد قصاد أوضة العناية المركزة، فاتكلم بلهفة وهو بيقول: ماما مالها يا سليم؟ الدكتور بلغني انها فاقت وبتنادي باسمك. طيب انا هدخل اشوفها. ما تقلقش يا منير، ان شاء الله هتبقى كويسة يا رب. ودخل منير لأوضة العناية ولقى والدته نايمة والأجهزة على كل جسمها، فحس بالحزن تجاهها، فمهما كانت وحشة أو طماعة ففي النهاية دي والدته، ونزلت دمعة منه بدون ما يحس، وقعد جنبها ومسك إيديها واتكلم بحزن وقال: ماما. فاتحت بهية عيونها بتعب واتكلمت بصوت هامس وهي بتقول: منير منير يا حبيبي، انت وحشتني قوي، سامحني يا منير، سامحني يا ابني. ما تتكلميش يا حبيبتي، الكلام غلط عليكي. فرحت ظلمت يا ابني، وانا كمان ظلمتها معاهم. ليه بتقولي كده يا ماما؟ انت ما عملتيش حاجة ليها. لا يا ابني، كما تدين تدان، انا لازم احكي لك على كل حاجة من يوم حادثة فارس. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. يا ترى ايه السر اللي هتكشفه بهية، وايه اللي هيحصل لمنير بعد ما يعرف كل حاجة؟ قصتنا فيها غموض واسرار كتير واحداث مثيرة جدا. تابعوا معايا، واكيد اللي جاي هيعجبكم جدا. اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة. لو انت مش مشترك فيها فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.